العنوان كان أبو علي، العنوان عفوا العنوان كان تاليسكا ثقيل، وهذا الكلام يمكن كان فيه أخبار على أنه ممكن يغادر. يمكن غادر، أنا يعني ما كنت يعني أصدق الخبر، لأن تاليسكا من أهم الأسماء الموجودة في نادي النصر ومن أهم الحلول النواحي الهجومية لنادي النصر. أنا أعتقد تاليسكا الموسم الماضي أفضل موسم له مع كريستيانو رونالدو، أنا أعتقد حتى رفع الضغط عن كريستيانو رونالدو بتألق تاليسكا. تاليسكا عنده التوغل يعني بوجود كثافة عددية، لاعب يجيد الكرات الثابتة دائما في بعض المباريات، المباراة تكون مكفولة خلاص ما تقدر تسوي شيء، في الكرات الثابتة تخلص المباراة، تصير الهدف مرات الهدف الوحيد. فتاليسكا غير ان الهدف اللي سجله حتى سجل يعني كان مفروض هدف تاليسكا من كرة ثابتة ان افضل هدف لولا هدف موسى بابو، يعني افتراض ومعروف تاليسكا بينه وبين كريستيانو رونالدو يعني هو صوب اليمين وصوب اليسار يتناوبون في تسديدات كرات الثابتة. تاليسكا لاعب جدا مهم لنادي النصر.